يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك رشا. كيفك اليوم؟ تمام رواء، كيفك انت؟ برد تمام؟ ايه برد، بلشت خلص ما عاد في مزح بالشتوية. ما بقى في خلص؟ ما في رجعة اليوم؟ ما رجعونا رجعونا الصيفية. لا خلص شتوية. يسعد صباحك. صباح الخير يا سلمى لك اكيد. وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، نهار جديد اكيد ومحطات جديدة. طبعا اليوم بالعادة بتكون نرمين موجودة، بدنا نبارك لزميلتنا نرمين طبعا الزواج ونقول لها ألف مبروك، هي وزميلنا كمان علي عساف ونقول لهم ألف مبروك. وأنا طبعا أنت شريكتك متعودة دائما على نرمين. وين رفيقي؟ متعودة عليها، بدنا نقول لها ألف مبروك يا رب. وأكيد محطات عديدة ومتنوعة رح تكون معنا رشا، مزبوط؟ اكيد سلمى. بدي كمان بارك لك، انا اللي بعد زمان انا وياك ما طلعنا سوا، واكيد نبارك لزميلتنا نرمين عمار بالرفاه والبنين. يعني نرمين هيك الك ولا علي، رحلتنا الصباحيه بلشت معكم، حنكون بفاصل ونبلش صباحنا مع بعض. اما هلا رشا اللي حروح لاولى محطاتنا، طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى المحطات صار لها اكثر من يوم عم تحكي عن شام بكور. وشو هالشام؟ غير شكل هالشام. يعني انت شفتيها قبل ما بلش احكي عن التقرير، كيف شفتيها للشام؟ يعني عن جد وقت بتقولي الطفل ملاك، يعني بوجهها سبحان الخالق، يعني احلى من الشاشه بألف مره، وعندها براءة الاطفال بشكل ما طبيعي. امبارح يعني استغربت الوضع واستغربت الناس، محبه الناس لا الى اخر شيء، صارت تبكي تعبت يعني نزلوها. صحيح، يعني مثل ما قلتي رشا كان في كثير اقبال كبير ومتابعه، فعلا كنا بحاجه لامل حلو ورشا عطتنا هذا الامل ضمن طبعا فوزها. النجاح كثير حلو، الاحلى من النجاح التفوق. مثل ما قلنا هي 7 سنين، هالعمر هالسبع سنين من عمر الحرب على بلدنا، فقديه حلو قديه مميز. بدنا نقول الله يرحم والدها اللي توفى شهيد بحلب، والله يقوي امها اللي قدرت انه هي توصلها لهذا المكان. انت فخر لكل السوريين. أكيد. خلينا نتابع فريق الاعداد عمل تقرير مميز عن شام، خلينا نتابع. بطل تحدي القراءة العربي للعام 2022 صاحب اللقب الغالي من بين أكثر من 22 مليون طالب وطالبة، هي شام البكور من سوريا. توجت الطفلة السورية شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته 6 هذا العام. شام محمد البكور ابنة حلب الشهباء التي سطع نجمها كأصغر بطلة في تحدي القراءة على مستوى سوريا. الطفلة المتألقة شام ابنة 7 سنوات حصدت لقب بطل التحدي في سوريا بعد أن تغلبت على أكثر من 61 ألف مشارك في الجمهورية العربية السورية. شام التي قرأت ما يزيد عن 100 كتاب استطاعت أن تستقطب أعين الجميع، وكانت محط اهتمام إعلامي محلي وعربي، وظهرت في العديد من الفيديوهات واللقاءات وهي تتحدث بذكاء وبطلاقة باللغة العربية الفصحى. وهناك من أطلق عليها لقب خاطفة قلوب العرب لتمكنها من الدخول إلى قلوب الناس بألفاظها وعباراتها وبراءة طفولتها. أنا كتير مبسوطة لأنه شاركت في هالمسابقة وفزت فيها الجمهورية العربية السورية، وحلق صرت بطل الوطن العربي. أنا كتير 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 فرحانة لما زعوا اسمي، وكنت مبسوطة كتير. استحقت الطفلة شام لقب بطل تحدي القراءة العربي، حيث كان جوابها عن سؤال اللجنة معبراً عن ذكائها وقوة شخصيتها وشغفها باللغة العربية. توجت شام بطل تحدي القراءة العربي على الوطن العربي، الحمد لله رب العالمين. كانت الرحلة طبيعي فيها بعض الصعوبات كتير، بس حلوة شيقة ممتعة. استمتعنا بكل المراحل، من بلشنا من لجان التحكيم في المدرسة لجان التحكيم في المحافظة، لو وصلنا لجان التحكيم على مستوى الجمهورية. استمتعنا كثير بناء على رغبتها لشام وهدفها وطموحها اللي كانت حاططه لما كانت صغيرة، تسعى دايما أن تكون المركز الأول بكل شيء. ما شاء الله عليها شام، أنا كثير فخورة منها أنه مثلت نحن السوريين. مع هيك كمان لو لاحظت أغلبية الفائزين المركز الأول كانوا من الأصل السوري، فما شاء الله شيء بيرفع الرأس. أطفال سوريا كانوا وما زالوا أمل المستقبل،
فها هي الطفلة السورية شام تضع بصمتها وترفع علم سوريا عاليا في سماء دبي بمسابقة تحدي القراءة العربي لعام 2022. يعني شام مبارح بلقائنا فيها وبالشي اللي عملته قديه فرحت قلوب، فرحت قلوبنا. نحن بحاجة هلأ عن جد سلمى لفرحة نشعر فيها من القلب، يعني أكيد كل التحية لوالدتها اللي كانت الداعم الأول لإلها مثل ما قالت شام، وكمان وزارة التربية كمان تشكر، يعني بعد حصولها هي فازت على المستوى الأول على المستوى المحلي، أخذت المركز الأول، ومن بعدها بلشت تحضيرات وزارة التربية لتكون شام ضمن التصفيات النهائية. ويمكن هي مو أول حالة تمر، صحية حالة متميزة ومختلفة. صحيح. بشفنا كثير ناس قابلناهم سيدات وبالذات من المحافظات اللي عانت من المشاكل ومنها حلب، قدروا بهذا الوقت انه هن يعملوا مشروع صغير او يعملوا شيء يتحدوا فيه هذا الجانب البشع اللي هو جانب الارهاب اللي صحيح. يمكن استضفنا سيده كانت تصنع دمى بقلب الحرب، بدات مشروعها كمان كانت بحلب، الوقت اللي ما فيهم يطلعوا من البيت وما فيهم يعملوا شيء بلشت تتعلم صناعه الدمى على الانترنت وتعلم أولادها. فهذا فعلا اللي بنقول عنه رغم الألم في أمل. أكيد. كم شام عندنا اليوم بين أطفالنا؟ كثير، نتمنى بحاجة الكل لهذا الدعم وبحاجة للرعاية، ودائما نحن بنروح لنقطة ضغوطات فنأهمل هذا الجانب. اليوم أما لشام وجهت رسالة لجميع الأهالي، يعني كلنا اليوم أنه هذا الطفل رغم كل الظروف نحن قادرين نأسس له بشكل كتير صحيح للمستقبل. رح نضل بحلب ومشاريع حلب وبدعم حلب. حنروح للتقرير التالي بهدف رفض سوق العمل في مدينة حلب بالكوادر المؤهلة والمدربة على الأساليب العلمية والفنية في مختلف المهن والحرف. تم إعادة افتتاح المركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء بعد التأهيل والترميم وتزويده بالآلات اللازمة للتدريب، حيث قدم المعهد كافة التسهيلات والمتطلبات للمتدربين وبشكل مجاني. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بهدف رفض سوق العمل في مدينة حلب بالكوادر المؤهلة والمدربة على الأساليب العلمية والفنية في مختلف المهن والحرف، تم إعادة افتتاح مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء بعد تأهيله وترميمه وتزويده بالآلات اللازمة للتدريب، حيث يقدم المعهد كافة التسهيلات والمتطلبات للمتدربين وبشكل مجاني وأكاديمي عبر التدريب العملي والنظري. نحن المركز هنا عندنا بيقدم دورات للطلاب من أعمار 18 حتى 45 سنة بمختلف المهن المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. التدريب بيتم بشكل مجاني بدون أي رسوم. بالنسبة للطلاب نحن بنقدم لهم الفرصة إنه يتدربوا ممكن يدخلوا سوق العمل. وفي عنا دروس نظرية، بيبدأ بدروس النظرية، في عنا قاعات نظرية مجهزة لإعطاء دروس نظرية، في عنا تعاقدنا مع مدربين أكفاء في مدينة حلب لحتى نوصل الطلاب إلى مستوى عالي من المهنية والحرفية. نحن عم ندربهم بشكل أكاديمي ومنهاج، ضمن منهاج عم ندرسهم، عم بيجوا مدربين كل نهار، عاملين نحن غرف نموذجية صغيرة عم بيقوموا فيها بتدريبات كل يوم بشكل عملي. صار عندهم مهنة وصار عندهم كمان حتى الحالة النفسية لإله، وقت بيكون عنده عمل أو عنده بإيده مهنة بيكون هو كإنسان حاسس حاله أنه هو عايش، فهو له دور في المجتمع. المتدربون في مختلف الحرف أكدوا أنهم اكتسبوا مهارات عديدة وأتقنوا العمل في حرفهم التي اختاروها، رغم أنهم ما زالوا في بداية التدريب الذي يستمر لأربعة أشهر، وبدأوا بالعمل في السوق ليؤكدوا أنه من حمى البلد بالماضي سيبدأ ببنائه. المركز كتير فادني، يعني كان نقلة نوعية كبيرة من أنه ما عندي مصلحة لمصلحة أدخل فيها سوق العمل بشكل جيد إن شاء الله. كتير استفدنا، وبتمنى من كل شخص عاطل عن العمل يجي يسجل بهذا المركز ويتدرب وينطلق لسوق العمل. فرصة عمل ناجحة جدا لحد هلأ، خلال شهر ونص تعلمنا تقريبا 50% من المهارات المكتسبة مشان ننزل على السوق.
مركز التدريب المهني يعد نقلة نوعية في رفد السوق بحلب بمختلف الحرف والمهن، ويعد لبنة جديدة في طريق إعادة البناء، حيث تبلغ مساحة ورشات التدريب ما يقارب 2000 متر مربع. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. أما هلأ رح أروح لأولى محطاتنا رشا وعالم الطب والصحة، واليوم رح نحكي عن شيء يمكن كل الناس بتحبه اللي هو الابتسامة، صحة الابتسامة الحلوة. يعني صارت هدف يعني مزبوط بهذه الأيام أنه ابتسامة حلوة ولون حلو، صحيح، تشكيلة صفة حلوة، صحيح لولو. طبعا رح نحكي طبعا عن طب الأسنان، وتحديدا اليوم فقرتنا رح تكون عن تقويم الأسنان. أسئلة كتير بتنطرح عن التقويم، أنواعه، أشكاله وغيرها من التفاصيل، رح يطلعنا على كل هاي الأجوبة ضيفنا المختص الدكتور نور الدين دمشقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح مشاهدين. صباح الخير حكيم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني دائما نحن بنقول، وخاصة هلأ أنه صارت الابتسامة هي هدف لكل حدا فينا، كان شباب أو صبايا، وكتير مهم صفة الأسنان، ولكن هاي الصفة بحاجة أنه نحن من الصغر يكون تقويم أسناننا بشكل صح، وشفنا حالات كتير بالأطفال بحاجة لهذا التقويم. خلينا بداية نحكي عن الأسباب، اليوم شو اللي بيدعي الأهل ليروحوا عند الدكتور ليركب هذا التقويم الطفل أو الشاب؟ يعني معظم المشاكل التقويمية بتبلش من أعمار كتير صغيرة. على سبيل المثال بنلاقي نحن الطفل بأوقات بيكون عنده عادة مص الأصبع، يعني بيكون بالأحوال العادية الإبهام حاطه بالفم. هلأ الأهل بينبسطوا فيه إنه شكله الطفل ولذيذ وهي، ولكن إذا استمرت هالعادة بعد عمر 5 سنين رح يصير في عندي بعض المشاكل التقويمية. وجود الإبهام بمدة طويلة بالفم رح يعمل لي مثلا بروز بالفك العلوي، تراجع بالفك السفلي، رح يصير في عندي تضيق بغدة الحنك. فهي أحد الأسباب التقويمية يلي بيكون سببها عادات سيئة بالأعمار الصغيرة. على سبيل المثال كمان أحد الأسباب لمراجعة طبيب الأسنان، أوقات بيكون الطفل أول ما بيولد بيكون عنده شق شفة وقبة حنك، كمان هون التداخل بيكون جراحي تقويمي للمحافظة على حياة الفرد. في موضوع تاني، موضوع الأسنان اللبنية. هلأ ما بنقول معظم الأهل، بعض الأهل ما بيهتموا بسلامتهم على اعتبار أنه رح يتبدلوا بعد فترة، لكن السن اللبني إذا أنا ما حافظت عليه رح أخسر مسافة السن الدائمي اللي رح يطلع بعدين. ففي ضرورة للحفاظ على السن اللبني كرمال السن الدائم يطلع بمحله. أوقات بيكون العامل وراثي، غالبا بنشوفها بموضوع الازدحامات او التراكبات على الاسنان، القواطع السفليه غالبا. هون بنرجع بنشوف الاهل بنلاقي نفس المشكله موجوده عنده، فيا عامل وراثي يا عامل بيئي هو السبب الاول لمراجعه طبيب الاسنان. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم اذا كانت المشكله موجوده من الصغر، فينصح باعمار معينه انه تبدا او يبدا الطفل بالذهاب لطبيب الاسنان؟ وبدنا نراعي طبعا انه امتى العمر اللي بتوقف نمو الاسنان فيه لحتى تم المعالجة، وأيمت العمر اللي بيكون مثل ما بيقولوا لين في عنا استجابة. في عنا استجابة، فخلينا نحكي عن هاي التفاصيل. هلأ نحن دائما بنوصي بنقول أول مراجعة الطبيب تقويم الأسنان بعمر 6 سنوات مع بزوغ أول الأسنان الدائمة بالفم، غالبا بيكون الأرحاء الأولى أو القواطع السفلية. هون طبيب الأسنان اسمه يعني أخصائي التقويم والفكين. نحن أنا ما بهتم فقط بموضوع تعديل صفة الأسنان، كمان بيهمني نمو الفكين، تعديل وضعية الفك. أوقات بيكون مثلا الطفل عنده تراجع بالفك السفلي، فأنا إذا دخلت بالأعمار الصغيرة مثل ما تفضلتي حضرتك أثناء مرحلة النمو بستفاد من إمكانية العلاج. هلأ نحن بنقول أفضل عمر لمراجعة طبيب الأسنان بين 9 إلى 11 عند الإناث، وبين 11 إلى 13 عند الذكور، تقريبا قبل فترة البلوغ. هون بهالحالة بيكون في عندي استجابة بموضوع النمو العظمي، بنسميها نحن وثبة النمو أو قفزة النمو، وبنفس الوقت بيكون المعالجة مدتها الزمنية أقصر. احيانا حكيم وقت الطفل او اي حدا يروح لموضوع التقويم، وبيكون اليوم النصيحه الطبيه من الدكتور انه انت اليوم بحاجه لهذا التقويم، الدكتور هون بيضطر احيانا انه يقلع درس اذا كان الطفل اذا او الشخص بعمر صغير. هدول الاضراس اللي ممكن الدكتور يروح لشيلهم خلال عمليه التقويم ممكن يتعوضوا او لا حسب العمر؟ نرجع لموضوع العمر. تمام. هلا القلع بشكل عام ما بيكون عشوائي، يعني غالبا احنا بنكون عملنا دراسه امثله جبسيه، دراسه صور سيفاليومتريه، صور اشعه. بالحاله اوقات مثل ما ذكرنا على سبيل المثال موضوع الازدحامات السنيه، وبيكون الاسنان كثير فيها تراكم، يا بيكون الفك قياسه صغير والاسنان قياسه طبيعي، او لا بيكون الفك طبيعي بس الاسنان بالطبيعه حجمها كبير ما راح يسعوا بالفم. فهون طبيب الاسنان بيلجا لقلع الضواحك كرمال يعمل توزيع متناسق لموضوع الاسنان بالفك. هلا موضوع في ناس بيكون عندهم سنين فوق بعض،
بنشوف هاي الحالات. هون احنا بنكون مضطرين نشيل بعض الاسنان لا نعمل توزيع ثاني للاسنان، يمكن بالاقراص هي اكثر شيء او بالاماميات احيانا غالبا بصير بالضواحك، بنلعب ضواحك لانه اكثر سن بيتاخر مبتسم تقريباً. كثير الخص بيكون متفائل على جيت الشتويه. نحن وقت بيكون عندنا على موضوع الانياب، الانياب اكثر شيء بتتاخر بالبزوغ بالفم، فاذا ما كان لها وسع بتضل موجوده فوق ما بتنزل، لينشالوا الضواحك بتنزل محل الانياب. طبعا القلق بيكون قلق استراتيجي اوقات، يعني مثلا انا بدي اقلع ضواحك اولى ولكن هي سليمه ما فيها شيء، على موضوع انه بتتعوض او لا. اذا كان في عندي نخر مثلا بالضاحك الثاني او سن ثاني، فانا لا بشيل السن المتهدم كرمال السن السليم حافظ عليه اطول مده ممكنه. طيب دكتور خلينا نحكي عن التقويم عند الكبار، يعني في اشخاص بعمر الطفوله ما بيعملوا تقويم، بيوصلوا لمرحله او بتكون مشاكلهم بسيطه، يعني ما معناها المشاكل الكبيره او الضخمه، كمان كيف بيكون اليته ونتائجه؟ هلا هون وصلنا لمرحله مثل ما قلنا انه تعديلنا بيكون فقط على شكل وارتصاف الاسنان، ما بيعود في عندي امكانيه تعديل على موضوع العظم بالفكين، التعديل فقط بيكون على موضوع تعديل صفه الاسنان، بيعطي نتائج ولكن امكانيته محدوده. يعني على سبيل المثال في بعض الاشخاص بيعانوا من بروز بالفك السفلي، هلا هون نحن بنقلع ضواحك، اذا ما بدنا نفوت بمجال الجراحه وتعديل العظم بصير عندي التقويم تمويهي بنسميه، تعديل على صفه الاسنان دون امكانيه العلاج على العظم، لانه بنكون نحن توقف مرحله النمو العظمي عندنا وما عاد في امكانيه تعديلها. في شغله ثانيه، موضوع انه بيعطيني تقويم الاسنان عند البالغين بحاجه لمده زمنيه اطول، السبب انه استجابه الانسجه بتصير تاخذ وقت اكثر. وبتاخذ حكيم بالنهايه، انا يعني بعض الاطباء بيقولوا انه عن العمر كبير التقويم ما حيكون ناجح 100%، يعني احنا ما رح نقدر نحصل على هاي النتيجه اللي نحن عم نحلم فيها. هلا تقييم الحاله بيتم من اول مرحله براجعنا فيها المريض، انا بعمل دراسه صور اشعه، دراسه صور فوتوغرافيه، دراسه امثله جبسيه، بيكون عندي تنبؤ او تصور باي مرحله علاجيه انا رح انهي. هلا اوقات مثلا بيكون مريض عنده مشاكل كثيره ما بيهتم مثلا غير بسن امامي فاتل شوي، انه بالصور ما عم بيعجبه، انا بدي اشوف المريض شو بده لاقدر اقول له ايه بقدر صحح لك مشكلتك او لا. فبيكون في عندنا غالبا تصور اولي لموضوع المعالجه لوين رح تصل. في شغله ثانيه بدنا ننوه عليها، انه انا مثلا وصلت للنتيجه الصح اللي انا بدي اياها، طبيب التقويم بيحط شيء اسمه ريتينر او مثبتات انه مشان الاسنان تضل ثابته بموضعها. هلا اوقات بيكون غلط على المريض ما بيلتزم باستخدامها بشكل دائم، ترجع بتنكس الاسنان، ترجع الاسنان مثل ما كانت قبل. طيب دكتور خلينا نحكي عن اللثه، يعني دائما وقت اي شخص بيعمل تقويم سواء طفل او كبير بيكون مشكله اللثه انه نعرف نحن اثناء البرد اثناء التعديل تنضر اللثه دائما. طبعا. وخصوصا اذا فتره التقويم طويله، فشو ابرز النصائح لهذا الموضوع؟ هلا التهاب اللثه بيصير عندنا غالبا بسبب اللوحه الجرثوميه، جراثيم موجوده بالفم بالاحوال العاديه. بوجود التقويم تنظيف الاسنان بيصير اصعب، ازاله هي اللويحه الجرثوميه بتصير اصعب، بصير في عندي تراكم للبليك واللويحه على منطقه اللثه، بصير في عندي الالتهابات. هلا نحن اذا كنا متبعين طرق الوقايه والعنايه بشكل جيد ما بنوصل لمرحله التهاب اللثه. طبعا في بعض الاجراءات الوقائيه لها. طيب دكتور، في اشخاص وقت بيزوروا طبيب الاسنان بيكون في موانع، اليوم نحن الطبيب ما نقدر يقوم بهذا التقويم، نحكي عن الاهم ممكن تكون مشكلات الموجوده عند او الامراض، يعني في عندك اشخاص عندهم امراض بيمنع طبيب الاسنان يوم يروح لموضوع التقويم. تمام. هلا غالبا بتكون الامراض الجهازيه، على سبيل المثال وعم نشوفه حاليا هو مرض السكر الشبابي. وجود مرض السكر بيصير في عندي مشكله ب استقلاب الجسم، بصير في عندي التهابات لثويه مزمنه وتراجع لثه، تراجع اللثه وبزيد معي حركه الاسنان، فهون فينا نعتبره مضاد استطباب مؤقت لحين نعمل ضبط لمستوى السكر بالدم. وبس يصير في عندي تعديل لمستوى السكر انا قادر اقوم بالعلاج التقويمي. هلا في عندي مضاد استطباب ثاني مؤقت هو موضوع المراه الحامل. هلا نحن فتره الحمل المفضل انه المريضه ما تركب التقويم على موضوع الألم يلي ممكن يكون موجود. صحيح. بالتقويم وما خليها تاخذ مسكنات ألم. خلينا نقول صحيح، خلينا نحكي بقى على الشكل. تمام. اليوم نحن صرنا بعصر جديد، صار في عندنا أشكال متنوعة من التقويم، ما عاد التقويم الشكل القديم التقليدي اللي الناس كانت تهرب منه والأسلاك الحديدية ويعملوا عليه قصص إنه ما بدي مشان الشكل ما يضل. مو بس الألم، كان الصبايا أو الشباب وخصوصا لأنه هو فترة صغيرة من العمر ببلشوا فيه يستحوا إنه هن يحطوا تقويم. هلا صار عندنا تقويم شفاف،
تقويم داخلي، خلينا نحكي هاي الأشكال وهل إلى نفس الفاعلية؟ تمام، هلأ رح بلش من مطرح ما انتهيت حضرتك، هل هي إلى نفس الفاعلية؟ أكيد لا. على سبيل المثال الحاصرات التقليدية المعدنية بتعطيني استجابة سريعة على موضوع حركة الأسنان. على موضوع التجميل صار في شيء اسمه الحاصرات الخزفية سيراميك، تجي بيضة شفافة، حتى السلك بيكون لونه أبيض، ما كتير بيكون ظاهر للعين، لكن هاد له ضريبة إنه الاحتكاك الأسنان فيه أعلى، وبالتالي مدة العلاج بتصير عندي أطول. موضوع تاني ذكرتي حضرتك هي الراسفات الشفافة أو الإنفيزيلاين، خلينا نقول هون صح التجميلي، ولكن كمان مقيد ببعض الحالات إنه ما بيعطيني نتيجة دائمة. هلأ هون بيكون مفيد معنا مثلا بحالات المرضى اللي مضطرين يسافروا، على سبيل المثال أنا عملت دراسة كاملة عرفت إنه مثلا بده تدرج بثمان صفائح، جهز له اياهم بعطيهم للمريض انه كل 3 اسابيع بتبدل الصفيحه، بس الافضل كمان يكون في متابعه مع الطبيب. فكل حاله ولها خصوصيتها واكيد ما بيعطوا نفس المده الزمنيه. هلا في حل ثاني كمان بالحاصرات هي الحاصرات اللسانيه، تتوضع من الجهه الداخليه لللسان، كمان هي حل تجميلي جيد بيعطينا نتائج حلوه. الانسب شو حكيم؟ يعني الانسب اللي بيعطي هاي الفعاليه اللي نحن كثير حابين نوصلها، يعني او اي مريض اليوم حابب يروح موضوع التقويم يعني بده يتحمل شوي، بده يتحمل حتى لو كان في شويه الم بالقصه. بفضل الحصرات المعدنيه التقليديه. تمام، لانه بتعطينا استجابه اسرع بمده اقصر. طيب دكتور، بالعموم التقويم مثل ما قلت له مده طويله، خلينا نحكي عن ابرز النصائح اليوم لكل يلي عندهم تقويم اسنان. تمام، هلا بدايه بدنا ننبه على موضوع تنظيف الاسنان بشكل دائم اثناء وجود التقويم. أنا ما بيهمني بس أعمل رصف للأسنان وصل لنتيجة جيدة، بعد فترة لاقي السن وأنا عم شيل الحاصرات منخور تحت التقويم. نهتم بعنايتهم دائم، استخدام الفراشي الخاصة للتنظيف تحت السلك، في فراشي تقويمية الموضوع كتير بتفيد. كمان في عنا موضوع الغسول الفموي، غسول الفموي بيحتوي على كلورهيزيدين لتعقيم الفم والأسنان، ونتمنى السلامة للجميع. إن شاء الله مثل ما قلت الدكتور بسلامة للجميع. خلينا نحكي عن نقطة من بعد التقويم، عم يروحوا لموضوع التجميل كان زيركون أو أي نوع تاني، في حال تم فشل هذا الزيركون برجعوا لموضوع أنه تقويم الأسنان ما كان صح، يعني بصير تحميل بالقصة على الأطباء، يعني قدي اليوم هاي المعلومة صحيحة؟ هلا نحن بنفضل غالبا أنه قبل ما يصير عندي علاج تجميلي كموضوع تعديل ارتصاف الأسنان، طبعا للاسف صرنا نشوفها كثير بموضوع انه سن ارتصافه ماله جيد، المريض مشان ما يمشي بمرحله العلاج التقويمي يقول فورا بروح عند طبيب الاسنان بيبرد لي السن بيحضر لي اياه وبعمل تاج الزيركون. هلا انت صح عملت هالشيء، ولكن بتكون اذيت النسوج السنيه، النسوج السنيه نحن بنعتبرها نسوج سمينه وواجب الحفاظ عليها، فغالبا نحن بنفضل انه نعمل ارتصاف جيد للاسنان بمراحل المعالجه التقويميه، بعد منا نلجا للاجراءات التجميليه الثانيه. هلا على سبيل المثال بروز الفكين، بروز الاسنان حاله موجوده، بتبين هاي العيبه اكثر شيء وقت اللي بيروح على البرد، يعني وقت اللي بيكون في تراكم بالاسنان، انت بتاخذ القصه انه عادي ما في شيء، يعني وقت اللي بيروح لموضوع البرد وتركيب التجميلي بتحس انه صار في بروز، فبتروح بتراجع طبيبك بيقول لك انت بالاساس عندك هذا البروز عندك، يعني تمام. لذلك نحن بنفضل نحل المشكله قبل ما نروح باتجاه التقويم، قبل ما نروح باتجاه التجميل. يعني دكتور معلومات كثيرة اليوم كانت معنا، بدنا نتشكرك أكيد على كل هالمعلومات. مثل ما قلت دائما لازم المراجعة والمواظبة لحتى ما نخسر هالإجراء التجميلي أو هالإجراء التقويمي اللي عملناه. شكرا كثير لك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. صار لازم نعرف بدنا نطفى أو نضل هيك بردانين. صحيحة رشا، يعني دائما كل فترة بنكون على اطلاع على آخر المستجدات على حالة الطقس كمان، ومعنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخير، سعد صباحك يا هلا. أهلا وسهلا. صباح الخير، سعد صباحك أستاذ. سعد صباحك ميت هلا. كيف الطقس؟ فيك تخبرنا عن طبعا حالة درجات الحرارة، وهل متوقع كمان أنه يكون في منخفض قادم؟ هلا في بدايه رح اقول صباح الخير من جديد لك لزميلتك للاخباريه السوريه. الاجواء بشكل عام تميل للاستقرار باغلب المناطق مع وجود فرصه ضعيفه لهطولات مطريه خفيفه بالمناطق الجنوبيه الشرقيه والباديه السوريه. درجات الحراره عم تكون حول المعدل او اعلى بقليل. الاجواء بشكل عام بين الصحوه والغائمه جزئيا، الاجواء البارده، الاجواء اللي بتشبه طقوس فصل الشتاء باغلب المناطق عم نشاهدها. الاجواء البارده عم تكون موجوده خلال ساعات الليل، وتحديدا الاجواء
عم تكون الباردة بشكل كبير عم تكون خلال ساعات الصباح الباكر بأغلب المناطق. نحن عم نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق مع تيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. هيدي الحالة الأجواء تستمر لليوم ولبكرة، ما في تعديل عليها نهائيا. الهطولات المطرية الخفيفة رح تكون ممكن بالبادية بمدينة تدمر بدير الزور بالأبو كمال، احتمال الهطولات المطرية على شكل زخات خفيفة من المطر، احتمال ضعيف ولكن لابد من ذكره. النهار الاثنين رح تكون الهطولات في فرصة للهطول بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، يعني احتمال يكون في هطل مطري خلال ساعات الليل نهار الاثنين بمدينة دمشق بمحيط مطار دمشق الدولي بريف دمشق، بالإضافة إلى البادية والمناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. درجات الحرارة بتضل حول المعدل أو أعلى بقليل، والرياح عم تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بالمنطقة الساحلية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. بتستمر معنا هذه الأجواء تقريبا حتى قبل نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء والأربعاء، يكون في عنا تغير واضح بالنسبة للأحوال الجوية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 19-11 القنيطرة، 19-10 القلمون المرتفعات الجبلية، 15-6 درعا، 21-11 السويداء، 20-10 المنطقة الوسطى، 5-12-13 حماة، 23-11 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة، 23-11 الساحل السوري للادقية وطرطوس، 23-18 بالشمال حلب وإدلب، 21-11 دير الزور المنطقة الشرقية الرقة البوكمال، 24-12 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر، 21-12. هلأ خلال ساعات الصباح الباكر بعض المناطق الداخلية منحذر من تشكل الضباب ومنحذر من الفروقات بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر. نعم أستاذ حسان، شكرا لحضرتك وبنتمنى الصحة والسلامة والحذر لكل حدا عم يشوفنا عبر الإخبارية السورية. يسعد صباحك. أكيد اليوم ما حنكون مع ضيف أبدع برسم لوحاته وكان الأنثى حصة كبيرة ضمن رسوماته، كان له مشاركات محلية وعالمية وأيضا كان له معارض فردية وجماعية. ضيفنا لليوم هو الفنان علي داغر. يسعد صباحك أستاذ علي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اليوم مجال دراستك مختلف عن مجال الرسم، إيمت بلشت وكيف دخلت لهذا المجال؟ هلا مجال دراسي أكيد مختلف، بس الفن منه حكر على أكيد طبعاً مهنة معينة. يعني ملاحظ في أطباء مثلا، في عندي صديقة دكتورة وعازفة بنفس الوقت، في ملاحظ كمان جنود أو ضباط رسامين أو فنانين أو بيعزفوا على آلة معينة. أحيانا الموهبة أقوى بتكون أكيد من الدراسة. أكيد يعني الفن منه حكر على دراسة أو مهنة معينة، الفن هو طبعا يعتبر كهواية يمارسها الإنسان، يعني نوع من ترفيه بالنسبة له. طيب أستاذ علي خلينا نوضح شو اليوم دراستك. هلا أنا كدراسة خريج لغة إنجليزية، اشتغلت مجال التدريس والترجمة. خلينا نروح في موهبة هيك حسينا فيها فجأة وفي ميول طفولي، نحن دائما الموهبة بتبلش بمرحلة كتير مبكرة ونشتغل عليها. خلينا نحكي عن فترة التركيز على الموهبة، تفرغت لها بشكل كامل أو لا بعدك بالتدريس؟ هلا من مراحل الطفولة كان في ميل وحب للفن. طبعا مع الوقت لما هيدا الميل لا استحسان للجمهور صار تركيز أكثر، بلش التركيز بمجال الفن في مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. طبعا بلشنا بمرحلة الطفولة بمعارض على مستوى مدارس، وبتذكر كان بأيام مدرسة ياخذونا رواد على مثلا مادة رياضيات مستوى المدارس مستوى تماما. أنا طلعت الأول برائد على مستوى الرسم. شو كانت أول بالرسمة بتتذكرها؟ الرسمة كان بتذكر عبارة عن شاطئ وقارب، ويعني شاطئ شي من الطبيعة. ايه تماما تماما. طب استاذ علي هلا نحن وحضرتك عم تحكي عم نتفرج مع المشاهدين على مجموعه من الصور، خلينا يعني اغلب الصور هي للسيدات او الانثى، خلينا نحكي ليش اخترت هذا الشيء بالضبط وقد ايه بتعني لك؟ يمكن كل صوره عم نشوف فيها حاله مختلفه عن الحالات الثانيه، عم تصور فيها يمكن حتى بالالوان، باختيار الالوان، باختيار البورتري، كل حاله مختلفه عن الثانيه. اكيد اكيد. هلا ليش الانثى؟ لطالما كانت الانثى
مصدر إلهام كبير للفنانين وفي السينما وللكتاب والشعراء، ما بس بمجال الرسم. صحيح. كانت مصدر إلهام كبير، وهي موضوع حساس جدا، لأن المرأة يعني تعتبر المرأة كائن انفعالي ومشاعره دائما واضحة على وجهها بشكل كتير أو كبير. تماما. فلهيك موضوع المرأة موضوع حساس وموضوع جذب. حتى يعني أشهر لوحات عالمية كلوحة الموناليزا هي كان موضوع عن المرأة، فهي موضوع جذب أساسي ورئيسي بكل الأعمال الفنية. طيب طالما ذكرنا دافنشي خلينا نروح للمدارس. اليوم كثير من الفنانين بيقول لك أنا تأثرت بالمدرسة الفلانية، تأثرت بالفنان سين من الفنانين ومشيت على خطى. وفي حدا من الفنانين بيقول لك لا، أنا كان إلي عالمي الخاص وكان إلي خيالي الخاص بفني. اليوم علي بشو تأثر؟ هلأ بالبداية تأثرنا ببدايات الفن، أثر بالطبيعة الصامتة برسم الطبيعة من أشجار وجبال وأنهار إلى آخره. فيما بعد بمرحلة متقدمة تجرأنا أكثر على رسم الوجوه، تأثر بالمدرسة الواقعية. طبعا المدرسة الواقعية كلاسيكية تعنى برسم الوجوه بالتفاصيل الدقيقة. طبعا فيما بعد انت بس تجتاز اول مرحله من مراحل المدارس الفنيه، مثلا المرحله الواقعيه الكلاسيكيه، تجرأنا اكثر على مدارس اخرى. شو يعني تجرأنا؟ ايمت الفنان بيروح لكلمه تجرأنا؟ يعني كلمه تجرأنا بيصير يستخدم خياله اكثر، بيصير يسرح بالخيال اكثر بمجال الفن. اول شيء بيكون مقيد بعناصر واشكال محدده بالفن، يعني مثلا وجه معين بيرسمه بشكل مباشر بدون إضافة أي مؤثرات مثلا من خياله تماما. فيما بعد بتصير أنت تجنح أو أنك تنتقل لمرحلة أخرى من الفن، فبتصير أنك تضيف تفاصيل من خيالك. ممكن تضيف مثلا ترسم شخص تحط له أجنحة ملاك مثلا أو هالة معينة، أو ممكن تلعب على الخلفية أكثر أو تضيف ألوان أنت من عندك. طيب علي، عادة الفنانين وخصوصا اللي بيكون الرسم مثل ما حضرتك حكيت هي موهبة إلهم، ببلشوا عرض نفسهم خصوصا بهذا الوقت اللي نحن متواجدين فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن يعمل صفحة وفي البعض بيروح لا، أنه أنا بدي شارك بمعارض بالبداية قبل ما أعمل مثلا صفحة خاصة فيني سواء فردية أو جماعية. حضرتك بلشت بأنه أسلوب لنشر طبعا صورك وموهبتك؟ هلأ بفترة دراسة الجامعية ما كان لسه السوشيال ميديا، يعني حكي بال 2003 2004، ما كان في انتشار كثير كبير للسوشيال ميديا انك تظهر او تعرف عن نفسك وتقدم نفسك للمجتمع كفنان. فبلشنا بمعارض على مستوى الجامعة، على مستوى مراكز ثقافية او معارض صغيرة مثلا بكافيه نشارك بعدة لوحات. طبعا مع دخول السوشيال ميديا جعل الامر اسهل طبعا، ففيك توصل اعمالك لاكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ففيك انت عبر فيسبوك او عبر انستغرام او عبر يوتيوب توصل للعالم. تماما توصل للعالم ويوصل فنك بشكل مباشر تماما. فالسوشيال ميديا وسع افق الفن بشكل اكبر للفنانين يعني. طيب كونه عم نحكي عن المعارض، كان لك من فتره معرض حمل عنوان ملامح وخطوط، وقبله كان في معرض كمان اسمه اختلاف. خلينا نحكي اليوم عن الاختلاف بين المعرضين. اليوم دائما كل فنان بكل معرض بتجاوز بعد الثغرات بعد الهفوات، بيقول انا بهذا المعرض رح ما رح اوعى بالشيء اللي صار معي بالمعرض الاول. اليوم شو كان الاختلاف بين المعرضين؟ هلا الاختلاف بين المعرضين، المعرض الاول كان معرض جماعي وسمي باختلاف لان كان يحتوي على عده مدارس فنيه، يعني كل واحد جاي عنده موضوع معين. مثلا انا تابع للمدرسه الواقعيه الكلاسيكيه، الثاني مثلا تابع للمدرسه التجريديه، الثالث المدرسه السورياليه. فسمي باختلاف لان كل فنان كان تابع لمدرسه فنيه معينه. كانت تجربه جميله جدا وكانت يعني داعمه للفنان الشاب السوري. الموضوع الاساسي هو دعم الفنان السوري بهذا المعرض اللي قيم بمركز رايزر هاب بالشعلان، المركز الثقافي البريطاني سابقا. معرض الفردي كان بصالة الشعب للفنون، أقيم من أسبوعين من هيدا التاريخ.
كان باسم ملامح وخطوط، وكان يعنى بشكل أساسي بملامح وتعابير وجهية معينة. بيّن من اسمه أنه له علاقة بالبورتري يعني. أكيد. طب أستاذ علي، يعني اليوم مثل ما حضرتك حكيت المعارض الجماعية بتختلف اختلاف كلي بالحالة بالقيمة طبعاً. صحيح. اليوم نشوف كتير فنانين بيكون عندهم شغف يشارك معرض جماعي أكثر لحتى يشوف هاي الحالة، يشوف الاختلاف بينه وبين فنان آخر. أحياناً التجربة نفسها بتغني، أحياناً بيكون دمج مو بس بين الفنانين، بين أنواع الفن. في أوقات بيكون نحت مع رسم وغيره من ال... بالنسبة لك أنا أي أكثر بتفضل، الفردي أو الجماعي؟ هلأ لكل معرض مميزاته الخاصة. هلأ المعرض الجماعي بيكون في روح منافسة أكثر، لأنه في عدة فنانين. صحيح. الواحد بيحاول أنه يقدم أفضل أعماله، تجارب مختلفة متنوعة، وبتكون أنه جو مناسب لعلاقات أكثر. يعني أنه ممكن أنت تنفتح على المدارس الفنية وعلى رواده أكثر. بس أنا بفضل بشكل خاص المعرض الفردي، لأنه بالمعرض الجماعي أنت مقيد بعمل أو عملين، بينما بالمعرض الجماعي فأنت حر أنك تقدم أعمال وطليق. يعني أنت شو ما بدك مثلا فيك تظهر أعمالك بشكل تسلسلي. يعني ممكن أنت تكون أفكارك الفنية مو بس عبارة عن لوحة، أنت بتأدي رسالة من عدة لوحات. هيدا الشيء ما كتير وارد بالمعرض الجماعي. فلهيك ثاني شيء، أنت بالمعرض الجماعي أنت مقيد بقوانين الجماعة. يعني في قوانين وقواعد معينة، بينما المعرض الفردي أنت فيك تطرح قوانينك وقواعدك الخاصة. طيب اليوم الفنان أثناء المعرض الجماعي ما بيكون في تخوف اليوم أنه يكون في فنانين حاطين رسومات أو أعمال بنفس الفكرة أو تطرح نفس الفكرة؟ هاي الغيرة الإيجابية، خلينا نسميها إيجابية، بتلاقيها موجودة ضمن المعارض الجماعية؟ ممكن وارد هذا الشيء، لأن صارت يعني كان في تشابه بالأفكار باللوحات. أكيد أكيد، بس يعني كل واحد عنده روح خاصة، أو ممكن يرسم اللوحة من زاوية الرؤية اللي هو بيشوفها أو المدرسة. الواحد ممكن يرسم الفكرة بشكل واقعي، والفنان الآخر ممكن يرسمها بشكل تجريدي. يعني تختلف. هلأ أكيد بيكون أنه ممكن أنه أنت من وين أخذ الفكرة، بس نحن نعرف كل فنان عنده سرية خاصة بمجال عمله بالفن. يعني ممكن نحن نتفاجأ بعمل الفنان ضمن معرض، فما كتير في هيدي السرقة، إلا إذا ممكن في سرقة أعمال بشكل أنه أنا ممكن أرسم موناليزا أو أقلد فنانين، مو أني أسرق الفكرة، ممكن أقلد. خلينا نقول عنا تخاطر اليوم، أحياناً هيك الواحد بتخاطر يعني. هلأ أكيد أكيد في تخاطر، أحياناً ممكن شاعر ملاحظ من زاوية أخرى شاعر عم يوصف نفس الأبيات الشعرية أو الحالة الموجودة بس بصياغة أخرى. كذلك الأمر بالفن، ممكن يصيغ الفنان نفس الفكرة بس بشكل آخر. صحيح. طيب أستاذ علي، خلينا نحكي اليوم عن البيئة، البيئة للفنان. ما في فنان ما بيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها. يعني بنشوف أحياناً أهل الساحل بيكون إلا ما يكون الفنان عنده لوحة أو لوحتين من البحر متأثر فيهم، وغيره أيضاً من الجبال وغير الطبيعة. يعني دائماً الطبيعة هي بتكون أول شيء بيجذب نظر أساسي أو مصدر للإلهام. اليوم شفنا أكثر شيء عندك هو خليني أقول التجريدي مثل ما بيسموه أو الأنثى. يعني أنت رحت بمجال آخر ولا لا؟ كمان في إلك لوحات عن الطبيعة تأثرت فيها؟ لا، الطبيعة أثرتنا بكتير تفاصيل غنية في مجال الفن بالبدايات، صقلتنا أكثر. فيما بعد هلأ الرسم اختصاصات، الفن اختصاصات مثل الطب، مثل أي شيء، مثل هندسات. يعني هيدا هندسة مدنية، هندسة عمارة، هندسة كهرباء إلى آخره. كمان نفس الشيء الرسم اختصاصات، مثلا من بورتري وجوه إلى رسم طبيعة صامتة لتجريد إلى آخره. طبعا أنا لقيت نفسي أكثر بمجال رسم البورتري، بورتري الوجوه، لأن بيتطلب جرأة وتحدي كبير، وأنا بحب هذا النوع من الفن. بيطلع فيه بصمة خاصة بالفن. أكيد أكيد. بتحب اليوم علي أنه يكون عندك جرأة برسوماتك؟ شفنا كثير من الفنانين واستضفنا كثير من الفنانين كان عندهم جرأة وتجاوزوا شوي، خلينا نقول، الخطوط الحمراء بالنقد، حتى بالبورتري يعني بملامح الوجه، وتعرضوا كثير لتنمر وانتقادات، ولكن كان لهم وجهة نظر بفنهم وبطموحهم. فشو رأيك بهي القصة؟ هلا لا يخلى الأمر، يعني
النقد دائما موجود، لو مهما الواحد عمل بمجال الفن واشتغل فالنقاد هيدي وظيفتهم وشغلتهم بالحياة يعني. والنقد الإيجابي إنه الإنسان الفنان أو عفوا النقد البناء، الفنان المتوازن أو أي إنسان متوازن يجب أن يتقبل النقد الإيجابي، لأن النقد الإيجابي هو أو النقد البناء عفوا بيرتقي بأسلوبك أكثر وبفنك أكثر. هلا أنا واجهت نقد كمجتمع عربي إسلامي بمواضيع المرأة، خاصة أنه موضوع المرأة موضوع حساس وجريء، ففي بعض لوحات كان ممكن في جرأة بتقديم موضوع المرأة. هيدا الشيء واجهت فيه نقد كتير كبير بالأخص على السوشيال ميديا، بيجيني بعض كان رسائل بالإنبوكس إنه كيف تعاملت معه علي، يعني كيف اليوم في 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 ردة فعل بجوز كنت هلا النقد اللي إجاني وفي رواء يعني اليوم شلون علي تعاملت معه بمنتهى الرواء، لأنه في أنت ما ممكن ترضي جميع شرائح المجتمع بفنك، الناس آراء مختلفة، فأنت رأيك الناس غاية لا تدرك تماما، لهيك تماما فبدنا نضطر أوقات أنه نساير الوضع وأنه نحكي بشكل كتير محبب. شو أبرز التعليقات اللي إجتك؟ كنت عم تقلنا عن أبرز التعليقات، شو أبرز هلأ التعليقات؟ إسلامياً مثلاً فرضاً كان يجيني تعليقات أنه تصوير الأشكال أو الأوجه مثل عمل الأصنام، وهذا شيء خاطئ ومنافي للشرائع الإسلامية. لسه في ناس بتفكر بهالأسلوب؟ في ناس، طبعاً هيدا بالنهاية رأي وأنا صحيح. بحترم رأي أي إنسان صحيح. كنت واجه هيدا الآراء باحترام وشكرا كثير لرأيكم، لو انه يعني واجهت نقد لازع طبعا هيدا النقد كنت واجهه من غير الفنان، يعني الفنان ما بينظر بهذا الاسلوب طبعا. كنت واجهه من المجتمع. هلا انت بالنهايه عم تعمل فنون بصريه للناس لتشوفها، فانت بدك تقبل آراء الناس جميعا اكيد. طيب علي قبل ما نروح لعند سلمى، اضطريت تحذف شي لوحه عن صفحتك بعد هاي الانتقادات اللي اجتك؟ هلا حذفت بعض، رسمت بعض شخصيات طلبت مني تابعة لسياسي معينة. فنحن بنعرف بالمجتمع وخصوصي بمجتمع الأزمة السورية دخلنا بكتير فصائل معينة وإلى آخره، فاضطريت أحذف بعض الشخصيات يلي بتحمل يعني معاني سياسية مو غير مرضية، أنه بتحمل معاني سياسية أو أشخاص سياسيين، فاضطريت اني احذف كرما انه ما يصير اي لغط او اي مشاكل، يعني لانه بالنهايه انا انسان بحمل هويه فن صحيح. ما في داعي اني ادخل بمجال السياسه وهيدي المواضيع. طيب خلينا نحكي اليوم عن التجربه بحد ذاتها، اليوم لوين علي ناوي يوصل؟ طموحك بمجال الفن هل رح يبقى موهبه الى جانب عملك بالتدريس والترجمه او لا؟ هلا الصراحة أول شيء أنا اشتغلت بمجال التدريس والترجمة مع الفن، بس فيما بعد لما لاحظت أنه لقيت استحسان أكثر بمجال الفن فصرت شوي شوي أخرج عن مجال التدريس والترجمة. طبعا الواحد بس يشوف حاله أنه لقى حاله بشيء معين بيترك أي شيء تاني يعطي الاهتمام الأكبر صحيح. أنا هيك صار معي، فشوي شوي صرت انسحب من مجال التدريس والترجمة، لأنه بصراحة أنه ما لقيت فيه هيدي، يعني هو شيء جميل جدا انك تكون انت طبعا. انسان ملم مثلا بمجال التدريس والترجمه او مجالات اخرى ومجال الفن، بس لما لقيت انه في استحسان من الجمهور بمجال الفن فتابعت اكثر مجال الفن. طيب علي ما بتخاف اليوم يجي وقت تندم انه انت تركت التدريس ورحنا لشيء ثاني؟ اليوم الرسم هو خلينا نقول يعني مشروع اقتصادي لك، عم تقدر تعيش منه؟ اكيد. طيب كل فنان وكل حدا بيحب شيء بحياته بيواجه صعوبات في معوقات امامه، خلينا نحكي اليوم عن اهم الصعوبات اللي ممكن تواجهك كفنان تشكيلي. هلا الصعوبات اللي ممكن تواجهني كفنان، في صعوبات مجتمعيه، يعني ممكن انت البيئه اللي انت فيها مثل ما حكينا من شوي صحيح ما ممكن تتقبل هيدي الاعمال الجريئه اللي انت عم تقوم فيها بمجال الفن، ممكن تواجه بعض أجوبة لازعة، وهذا الشيء أنت بدك تكون إنسان دبلوماسي بالواقع، يعني أنك تبتسم بمجرد ابتسامة للأشخاص اللي بيحكوك بهذا الأسلوب، لأنه النقاش فيه بصراحة مزعج جدا عقيم تماما. هذه أحد المعوقات. معوقات أخرى، المعوقات اللي فينا نسميها دخول الأزمة السورية والمشاكل والضغوط والحصار اللي واجهناها عبر 10-11 سنة، نحن بنعرف
كان واقع أليم جدا بالنسبة للواقع الفني التشكيلي. الفن بحاجة طبعا لألم وبحاجة بنفس الوقت لعنصر الراحة والأمان، فكنا نواجه عنصر عدم الراحة وعدم الأمان. هيدا الشيء كان يأثر نوعا ما على واقع الفن عندنا هون بسوريا، وبالإضافة للحصار قيد أعمالنا الفنية بالذهاب إلى الخارج أكثر ببعض أمور، ومع معارض عالمية مثلا أنا في معرض اندعيت عليه بفرنسا، بس لمجرد أنه أنت طبعا هيدي بالأيام الأزمة، مجرد أنه أنا سوري تمرفت، يعني هيدي أحد المشاكل والمعوقات اللي واجهناها من خلال الأزمة. كمان أدى الحصار لانقطاع المواد وغلاء العمل الفني، مكلف جدا أصبح، طلب مواد معينة وتكلفة معينة، يعني كانت اللوحة تكلف شيء لصارت تكلف أضعاف كتير كبيرة، خصوصي في أدوات وفي مواد موجودين بأوروبا مثلا ما عاد عم تدخل على سوريا، ما عاد موجودة، موجودة مثلا أدوات تقليدية. نعم، يعني بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات. شكرا كثير عاصفتكم الجميلة، شكرا كثير، يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك علي، نورت صباحنا هيك، ونتمنى لك التوفيق ونشوفك بأعمال مميزة وحلوة. شكرا كثير، يسعد صباحكم يا رب. اما هلا ارشاد رح نروح لمحطتنا التاليه، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلي اطلق فرع طبعا مؤسسة الشهيد بدير زور حملة توزيع قصائم مازوت لتدفئة ذوي الشهداء. تفاصيل أوفى بتقريرنا التالي. بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلي أطلق فرع مؤسسة الشهيد بدير الزور حملة لتوزيع قسائم مازوت تدفئة لذوي الشهداء والجرحى. هذه المبادرة الخيرة والطيبة من أبناء المجتمع المحلي في محافظة دير الزور بدعم من الخيرين في هذه المحافظة، هناك توزيع لأسر الشهداء قسائم من أجل تعبئة المحروقات والتدفئة في هذا الفصل، فنتمنى أن تعمم هذه المبادرة الطيبة على كافة الجمعيات الخيرية في محافظة دير الزور. راح تكون حملة ل 500 شخص على 4 مراحل إن شاء الله، وراح نكون واقفين كل شهر إن شاء الله بحملة جديدة. هاي الناس اللي دافعت عن وطنها وأرضها وعرضها. أطلقنا حملة ضمن خطة عملنا التي تتضمن 500 قسيمة مازوت طبعا لذوي الشهداء على مراحل. أول مرحلة هي شهداء المدينة، ثاني مرحلة تتضمن الريف الغربي، ريف الميادين، البوكمال. المبادرة التي تستهدف 500 عائلة تأتي في إطار دعم ذوي الشهداء والجرحى، وتكريسا لشعار المؤسسة خدمة الشهيد في أهله. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. وصلنا لمساحتنا الأخيرة سلمى ضمن صباحنا غير لليوم ولمحطتنا التربوية. كتير بنشوف الأهالي بيعانوا من قصة مع أطفالهم، وهي موضوع المصروف. على أعطيني مصروف، أنا بنتي بتقولي أعطيني البنفسجية كل شوي هي 2000 ليره كل شوي هيعطيني البنفسجيه، ما دخلها فيه، ما في، هي بدها البنفسجيه. فاليوم عم بتقول لك اعطيني الفضيه مثلا، لا هي لسه ما خليتها اشوفها خلينا على البنفسجيه يا سلمى. قد ايه اليوم الاهالي بيعانوا من هي القصه؟ طبعا هي مشكله كثير كبيره، وللاسف انه يمكن البعض بيتهاون بالبدء تعليم الطفل كيف يطلب المصاري او كيف يدخر مصاري بوقت معين، بيتركوه لحديت ما يكبر، وتصير بهذا الوقت كثير صعب انك تعلميه شو يعني قيمه المصاري وشو يعني انك تدخر. هون النقطه سلمى، انه نحن بنتهاون بالبدايه، بيطلب بنعطيه، وخصوصا اليوم ضمن الظرف الاقتصادي والضغوطات اللي عم نعيشها. ولكن في ناحيه ثانيه سلمى، يعني اليوم خلينا نحكي بشكل صريح، اليوم ال 2000 ليره شو عم تجيب للطفل؟ يعني طبعا قيمه المال اختلفت، بس نفس الشيء بدك تقيسيها، سواء يعني مثلا انت امكانياتك هي 10 مثلا كمصروف، بدك تعلميه من هي العشرة انه ما يصرفها كلها، لانه مع الوقت رح يزيد متطلباته، فبالتالي انت ما عاد تستفيدي شيء. وهي النقطه مثل ما عودتي ابنك، في مثل يعني المثل ابنك صح. على ما ابنك على ما تعوديه على ما تربيه، وجوزك على ما تعوديه. فظيع هيمي خلص رح احفظها رح نكون بمساحتنا الاخيره نحكي عن هذا الموضوع اليوم، نحكي كيف قادرين نوجه اطفالنا صح بموضوع الادخار والانفاق. اكيد ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه ربا ناصر. يسعد لي صباحك يا ربا.
يسعد صباحكم. كيفك؟ صباح الخير. عندك حدا بيقول لك اعطيني بنفسجيه؟ فضيه؟ رماديه وصلنا على الفضيه. طبعا يسعد بيقول لون ثاني. بس الحمد لله مو شراء يومي، يعني نحن عم نطلب حدا طلبها ولا الزرقاء، نحن عم نطلب الرماديه للادخار صراحه. عندنا كيس مندخر فيه. انا اذا بعطيها الالف بتقلي هي سو بتزيب. صح سو بتزيب. هي ما بتجيب. اوكي هي ما بتجيب. بس انا قديش بدي اعلم طفلي القناعه، قديش انا بدي اعلم. يعني انا وقت كنت صغيره كنت اخذ ليره تمام، الليره بالتسعينات كانت تجيب لنا تمام. اكيد انا هلا ما راح اعطي ابني 3000 او 4000 وعلمه عدم المسؤوليه. كمان الاسراف، يعني انا علمه عدم الاسراف احسن ما علمه يدخر. يعني التقنين قدر الامكان هو افضل من اني انا علمه كل يوم شيل نص من مصروفك وادخره مثلا، وانا عم علمه الاسراف بالاحتياجات الثانيه. هلا اكيد الطفل بيحتاج مثله مثل رفقاته مصروفه اليومي، بيشوف رفيقه عم يشرب عصير او مل من اللانش بوكس تبع المدرسة، إنه هو بده يغير طعمه أكيد. وأكيد نحن ما فينا نحرمه من مصروفه اليومي، هذا شيء بديهي وطبيعي. بس أنا قديش بدي يكون قدوة حسنة لابني؟ أكيد أنا وقت بدي أخده معي على السوبر ماركت، بدل ما أروح أشتري كيس مثلاً الشيبس الكبير، أنا بعلمه أنه ماما في هون ركن الخمس كياس مثلاً ب3000، خلينا ناخد هذا العرض. شو عم علمه أنا لابني؟ كثير انا عم علمه شغلات عم تخفف قدر الامكان من وطئة تعليمه الاسراف. يعني الاسراف شيء والتبذير كثير مهم، اني انا بعد الطفل عنه انه يشوف انه امه وابوه بنفس الوقت. يعني انا وقت بدي اروح اشتري له تيشيرت، انا بقول له خلص على التنزيلات رح اشتري لك هاي التيشيرت اللي بدك اياها. صار يعرف يفكر صح، صار يعرف يفكر صح. هلا في كثير امهات بيقولوا انه لا انت صعب، انت عم تحكي خيال. طب معلش انا بصباحاتي بمساءاتي بيومياتي العاديه بتكون احاديثي هيك مع طفلي. انا ابني بيقول لي ماما ما بدك تجيبي لي المسدس الكبير اللي وعدتيني فيه، هي السياره الكذا. بقول له طيب ماشي، قديش جمعت مثلا؟ بيعدهم انه 1005 وهدول، وقديش صاروا؟ 12. هلا كلياتنا بدنا ناكد على فكره انه قبل الخمس سنين الطفل ما عم يستوعب القيمه الماديه للشغله. انا بعلمه قدر الامكان اني انا بشتري لك ماما، بس قديش انت فينك تساعدني بسعرها تمام. انا كثير علي اولويات بالمنزل، وفي لوازم اقتصاديه هي مهمه، ما غذائنا اهم من اللعبه تمام. حتى اذا طلب مثلا هديه لرفيقه، ماما انا عازمني رفيقي عيد ميلادي او رفيقتي، شو بدي اجيب لها؟ ماما ما بعرف، انت شو فينك توفر من هون لعيد الميلاد؟ اوكي. ودائما يعني مو ضروري اني انا لازم اجيب هديه لازم اجيبها. اوه خلص، علم الطفل يعني الشيء البسيط، الشغلات يلي بتعبر بشيء معنوي تمام. انا هون قديش فيني اغرس فيه صفات حميده، وبنفس الوقت علموا القيمة التحمل المسؤولية المادية. طيب أنا بدي أسألك يعني قبل ما ندخل بهي التفاصيل كلها، اليوم الحديث المالي إيمت بيبدأ بالعائلة؟ يعني اليوم أنا مثلا أكيد بدي أحكي مع شريكي بالبيت بأنه قديش عنا مصروف، شو بدنا نجيب، شو بدنا نعمل، هاي التفاصيل هل صح نحن نناقشها ونحكيها قدام الأطفال أو لا؟ وإمتى لازم يبلشوا يكونوا هن شريك بهذا الحديث العائلي؟ هلا عمليا من وجهه نظر شخصيه فوق الخمس سنين لازم الطفل يصير يتحمل معنى المسؤوليه، يسمع هذا الحديث عادي ما في مشكله، بس دون ما نجرحه. يعني انا ما فيني اقول له اذا قال لي ماما انا بدي الشغله الفلانيه، ما فيني اقول له ما بدي اجيب لك اياها، ما فيني اجيب لك اياها، مصاري ما بتأدي، ما بصير هيك. ما بحسسه بعدم الامان، ما هو دائما بيعرف انه في حدا كبير. وانا بالعكس بقول له طيب انا مدخره شويه مصاري، هدول رح نخصصهم للشغلات يلي هي هيك رفاهية تمام. أنا مدخرة، يي ماما الكبيرة مدخرة، المصرف المركزي مدخرة. فعمليا هو المول رح ياخذ مني، رح ياخذ مني الفكرة تمام. فوقت أنا بدي أحكي قدامهم بهي، أنا بدي أحكي بطريقة ما تجرحهم وتحسسهم بالأمان، إنه هن دائما في شيء يعني الأب والأم بحسسوا الطفل بأمان مادي، إنه أنا قادر بس في شغلات أولى. إنه أنا مو كل ما رحت على، أنا ماني رايحة اليوم على السوق ماما لنشتري أنا وياك ألعاب، ما نحن كل ما رحنا على السوق ماما اشتري لي هاي اللعبة ماما ليه؟ خلص صار بيعرف إنه أنا اشتريت له. طب ماشي أنا بوقف معه بالسوق، ماما أوكي
شو رأيك نشتري هاي البسكويتة ونأجل اللعبة لوقت تاني بيكون معي أنا جايب المصاري على القد. مرة تانية أكيد بوعدك، بس مثلا أنا بحطها بالدرجة تحت إدراج تاني إنه نحن منكون خلصنا المذاكرات ومنشوف إنه كانت علاماتنا، أكيد أنا رح أهديك هدية. هاي ثقة موجودة بيناتنا ما بدنا نهتمها، تمام؟ بدنا نحب بعقل، وبدنا كمان نتصرف بعقل، وبدنا ندخر بعقل، وبدنا ننفق بعقل. يعني بدي أنا ابني يكون حدا بيرفكت وتفكيره سليم، ما يكون مثلي أنا وقت عم انفعل عم صب جام غضبي بموضوع تاني ما بدي. أكيد ربا كتير اليوم مهم مثل ما حكيتي، الوعي من الأهل وخاصة ضمن هاي الفترة. حلو اليوم نعلم الطفل شو يعني ادخار، شو يعني انه يتحمل مسؤولية. هذا الطفل اللي عم تربيه بصغره يتحمل مسؤولية اكيد حيكبر على نفس النشأة. حكيت نقطة كتير مهمة، الحرمان، يعني بصير في حب للمال، بصير يعني الهدف الأول والأخير بالحياة هو المال. شكرا ربا لحضورك اليوم وموفقة بمهمتك الإنسانية اكيد والتعليمية. حبيبة قلبي خلي لي اياكم، شكرا على الاستضافة الجميلة حبيبي. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك حبيبتي. شكرا يا سلمى، يعطيك العافية. اكيد بدي اشكرك سلمى، واكيد بدي اتشكر الكادر الفني اللي رافقنا اليوم بالكنترول. يسعد صباحكم وبقية نهار حلو لكم، تقضوا برفقة الاشخاص اللي بتحبون، ويحمل هذا اليوم الخير والرزق الكريم. يكونوا بخير، باي باي. ضلي بخير رشا، واكيد صباح كلياته طاقة وخير وصحة وتوفيق ورزق لكل مشاهدينا. لا تنسوا تتابعونا بالإعادة الساعة 1:05 وتشوفوا مقتطفات على صفحة الإخبارية السورية. طبعا بدنا نشكر كمان الموقع الإلكتروني اللي عم بينزل الفقرات على الصفحة، لحتى اللي ما قدر أو ما عنده كهرباء أو ما عنده وقت يقدر يشوف الفقرات على صفحتنا. لا تنسوا تراسلونا على صباحنا غير لأي موضوع بتحبوا يكون حاضر ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين. تبقى ألف خير، باي باي. باي.